بداية سنة جديدة على أمل 2017 تكون سنة خير وبحبوحة وعقد صفقات ناجحة. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة ولأول مرة في استوديوهاتنا في صوت النجوم بسنة 2017. أهلا وسهلا فيك ليلى. جزيرة بيطلع جايز. حلوة المقدمة. أول مرة لأول مرة 2017 صح؟ صح؟ 100% كل عام أنت بخير. أنت بألف خير. خبرني أول شغلة كيف بداية هالسنة عليك؟ والله الحمد لله كتير كويسة وقضينا إجازة حلوة أكيد مع الأهل والأحباب وزيارات وتعرفي والتركي أكيد والتركي لازم أكيد أكيد وضح دايما الواحد بس تكون سنة جديدة يعني بلش نحط هالتحديات من حتى الريزولوشنز طيب رجل أعمال ناجح وخبير عقارات ناجح مثلك هل بيكون عندك هيك هالنوع من الريزولوشن بلش فيها كل سنة ولا حسب مواسم الريل استيت تنطلق منها؟ لا هو أنا عندي ريزولوشن السنة أكيد بس هلا اذا حكينا على الهواء بدنا نكبر التيم ان شاء الله تبعنا هاي اول ريزولوشن عندي ومن من بعد ما نكبر التيم ان شاء الله تبعنا يعني ناوي ان شاء الله نفتح مكتب مش السنه بجوز السنه الجايه بس بدك تيم قديش كم شخص عندك بي احنا سته ان توتال هذا غير الادمنستريشن نعم والماركتنج اسيستنت Vertex Team صار لك بهالفريق قدي صار لكم عاملين هالإكيب؟ والله أنا بلشت التيم تقريبا 2004-2005 بالذكر يعني أول ما بلشت تقريبا أول ما بلشت يعني ثالث سنة يمكن ثاني سنة ما بلشت عملت التيم هذا وتعرفي ضفنا ناس وفي ناس تعرفي لما توظفي ناس لليوم بتغربلي احيانا بيجيكي ناس بكونوا مش يعني للاسف بكونوش قد الثقه فبالتركي هم بتوظفي ناس هلا عندنا تيم كتير حلو الحمد لله وكتير كريديبل زي ما بيقولوا وبثق فيهم والريزلتس تبعتهم از اكسلنت لأننا نحن بالسياسة باللبنان بيقولوا ست ست مكرر انت ثلاثة ثلاثة شو خبرني نسوان رجال شو الغالبية عندك بدك تكون عنا 2017 بدك تنتبه تعمل اكل وضح الغصين سنة 2016 كيف بتوصفها بالريل استيت أول شيء كل سنة بيتم تصنيف إداء خبراء العقارات بكافة المقاطعات الكندية وبالتأكيد بأونتاريو بأوتاوا خبرنا على 2016 كيف كانت وشو هي الجوائز اللي حصلت عليها والله 2016 كانت كتير كويسة بالنسبة لنا والماركت كتير كان قوي والتيم تبعنا الحمد لله احنا حصلنا على جوائز ب 2016 واحدة من الجوائز اللي هي دايموند أورد يعني؟ اللي بكون مصنف توب 3% تيم وايجنت لكل رويال بيج اوفيسز ناشونالي يعني بكل كندا صحيح يعني حتى اذا منصغرها اكثر واكثر بتصير المرتبه اعلى واعلى لما مصير لوكال يعني أكيد حتى تكون أكيد هيك موجود أكيد الحمد لله يعني وضح 2016 السنه كانت هيك ببعض المراحل كان في عم بيخوفونا أكثر من سوق العقارات وأنه هذه يمكن تكون بابلز وممكن يروح يرجعوا الأسعار وإلى ما هنالك كيف توصف 2016؟ هلا 2016 عنا يعني بكندا بشكل عام 2016 كانت كتير قوية فالماركت كله بشكل عام ارتفع حوالي 13% إن أفرج أفرج السيل كل كندا نتكلم عن كل كندا إحنا الأفرج حوالي 560,000 الأفرج هاوس سيل وإحنا we're expecting يكون في modest increase ب 2017 بحدود 3% بالنسبة مثلا لتو ستوري بيلدينج إذا بتحب نصنفها يعني حوالي 14% بكل كندا ارتفع العقار بالنسبة للبانجولوز اللي هي الطابق الواحد حوالي 12% ارتفع العقار وبالنسبة للكاندو بيلدينجز
حوالي 7 إلى 7.4% للعقار. هذا عم تحكي على الناشونالي يعني كندا كلها صحيح. إذا بأوتاوا هل تختلف الأرقام ولا تقريبا بتكون قريبة؟ لا تختلف شوي. أكيد هلأ إحنا ما تنسيش إنه فانكوفر وتورونتو بيأثروا كتير على النسبة تبعت الناشونالي لكل كندا. نعم. لأنه تورونتو يعني زي ما بقولهم حلقة أكيد أسعارها ضربة بالسماء. وفانكوفر برضو صار فيها modest increase last year وعم بتهدي الأسعار شوي, متوقعين إنه تهدى شوي الأسعار بفانكوفر لأنه زودوا عليهم property taxes, زودوا عملوا كتير regulation changes هناك بفانكوفر. فبالنسبة لأوتاوا, أوتاوا زاد عدد المبيع بأوتاوا ب 2016 حوالي 6%. فبالنسبة للسنة اللي قبلها يعني عم بيكون في زيادة, مش بزيادة عدد السيل للبيع, عدد البيوت اللي مبيوعة أو نعم. بيوت أو الأبارتمنتس طبعا نعم. المبيوعة زادت بحدود 6%. فهذا شيء مشجع, هذا بيأكد إنه الإيكونومي إز سترونجر بأوتاوا. وفي مور إنفستمنتس هابينينج بأوتاوا, فهذا مؤشر كويس طبعا, بيأكد إنه أوتاوا بصحة جيدة زي ما بنقول. هل في زيادة بالأسعار لما بنيجي بنحكي على سينجل هوم بأوتاوا؟ بتأكيد يختلف الرقم, ما بدنا نكون بدنا نفوت بتفاصيل الأرقام, ولكن قلت إنه أفرج ناشنالي هي 540, عم نحكي على سينجل هوم. بأوتاوا بعدنا بحدود القريب 400, يعني ب 300 ألف وطلوع 370 و 380 ألف وطلوع. هل هيدي سنة 2017, هل هيدي السنة رح يكون فيها ارتفاع بالأسعار فبالتالي اللي بده يفكر يشتري, هل هيدا الوقت المناسب بعده أنه يشتري ولا بعدها هي سوق بيع سوق شراء؟ شو هي بأوتاوا؟ احنا متوقعين ارتفاع جيدة جدا بالسنة هذه بالأسعار. نعم. لأنه في 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 كتير بروجكتس عم بيشتغل عليها المير جيم واتسون هلأ بأوتاوا. نعم. وخاصة LRT project اللي هو الترين اللي عم بيبنوه تحت الداونتاون. نعم. فمتوقعين انه في كتير يكون في زيادة جيدة بالأسعار, خاصة على خط الترين هذا اللي بده ينعمل. كل البيوت وكل الستيشنز اللي حتخلص السنة, مفروض معظمها تخلص السنة, حيكون فيها البيوت اللي حواليها طبعا حتزيد أسعارها, لأنه هذه حتكون مور أتراكتيف للناس إنها تشتري بيوت حوالين الستيشن هاي. لأنه تخيل أنت ليليان ممكن تاخدي باص من مثلا بلير للداونتاون ب 10 مينتس توصلي على الداونتاون, يعني هذا شيء كتير مهم, ومنك متعرض للبرد ولا الرياحات ولا للتوقفات ولا أي شيء. مش بس هيك, أنه غير أنه بتبطل عملية أنك تاخد بيت. حكيت على بلير, حكيت هلا على الإيست, لأنه مرة الماضي حكينا أكتر على الويست, فيمكن ياريت بنحكي اليوم أكتر شوي على الإيست إذا بنقدر. بس ببطل الواحد بيحسب المسافات, لأنه لما بتكون في المواصلات العامة ريلايبل, يعني الواحد بيقدر يتكل عليها, ومنضيف لإلها قديش في عنا سعر الباركينج غالي جدا بالداونتاون للناس اللي بيشتغلوا بالداونتاون. هذه مشكلة كبيرة صحيح. فهذه بتحل معضلة كتير كبيرة, وبالتالي الناس بيصيروا لما بيبعدوا ما عندهم مشكلة انه يبعدوا, وبتخفف الزحمة بالهايوي وبتخفف البوليوشن. اكيد يعني الترين هذا يعني ماجنيفيسنت ايديا صراحة. انا كتير كنت سبورتيف فيها, وواحد من وحضرت عدة اجتماعات مع المير جيم واتسون, وكنت very supportive يعني فيها. المشروع كتير مهم, اللي حيسهل كتير المواصلات بين الناس من الوست للإيست, وإن شاء الله حيعملوا الاكستنشن لبلانينج تبعه للساوث كمان, يوصل على الريفر رود ساوث. طيب يعني أنت قلت على مستوى العقارات, كونك حضرتك خبير عقارات, قلت أنه هلا العقارات اللي هي قريبة بهالمحطات الأساسية اللي بيمرق فيها اللايت ريل سيستم هي رح تكون عم تنتفع بالتأكيد. صحيح. فهل هذا الشيء بيعني لما هلا عم تحكي عم بتقول أنه رح يكون في الفيس 2 من LRT, هل المستثمر اللي عم بيفكر بده يشتري عقار, هل هذا الوقت المناسب تجمب إن لحتى يبلش؟ 100% 100%, هذا أحسن وقت هلأ يعني. إذا
أول ما تبلش طبعا تشتغل الترين حيكون في زيادة نوعية حوالين المحطات هذه الستيشنز اللي موجودة. نعم. وهذه public information موجودة، واللي بحب بده يستفسر بحب يتصل فينا حتى يعرف وين يحصل على هالمعلومات أو نفيده ويقعد معنا. ممكن شو رأيك؟ قليلا نقول نسأل شو رأيك. شو رأيك؟ تلفوني 613-878-3041. طيب، وضح اللي عم بفكر انه بده يستثمر. نحن بالاجمال بنحكي دائما على السينجل هوم وعم نحكي على الكوندومينيوم، ولكن قليل لحتى نكون عم نحكي على الاستثمار. يا ريت اليوم بنحكي اكثر على الاستثمار. شو هو يعني لما بنحكي على الاستثمار بالعقارات؟ نقول دائما انه البيت هو الاستثمار الانجح والانجع، واللي هو ببيتك ما رح تدفع عليه تاكس 100%. اول شيء الواحد يستثمر ببيته. نعم. اول شيء الواحد لازم يعمله يشتري بيت. في كتير ناس احيانا بتتصل فيها بتكون مهاجرة جديد جاية من برا، من جاليتنا العربية، بتيجي بتقول لي انا بدي اشتري انفستمنت. طب انت مستأجر ولا ساكن؟ بقولك انا لا مستأجر. طب انت اشتري لحالك بيت بالاول، يعني هذا اهم شيء، لازم تستثمر بنفسك. نعم. بالاول. قبل ما نتوقف للحظات مع محطة طلعنا عن حالة الطرقات بالعاصمة ودواحيها، مباشرة بعد هالمحطة بدنا إياك تفند لنا وتقلنا. أيوة. شو هي الاستثمارات اللي هو شخص من المبتدئ إلى اللي صار في عنده شوي خبرة للمخضرم، شو هي أنواع الاستثمارات؟ منفند لك إياه ولا يهمك. شكرا. Trouble delays out there on this afternoon. No major trouble spots if you're heading out. Just volume right now along the 417 if you're westbound through Riverside all the way down to the other side of the Woodruff area. It's moving along quite nicely. No major problems really. Eastbound, it fills in normally onto the 174 now through to the other side of St. Joseph Boulevard. Again, just volume though. It is accident free. No other major delays or problem spots to mention at the moment. Rest of the routes around the city also building normally. Heads up, northbound Terron blocked at Beaverbrook, broken water main at that point. Hakeem Optical's winter sales save 60% on all Hakeem designer frames, lenses, and all coatings. When you purchase two pairs of complete prescription eyeglasses, tis the season to look great and save big on fashionable holiday eyewear. That's the latest traffic. I'm Brendan Wickens. عودة لمتابعة لقائنا مع خبير العقارات وضاح الخصين من The Vertex Team Royal Lepage. وضح كنا قبل شوي عم نحكي على الاستثمارات، يعني قلت انه اول شغلة الواحد يبلش بحاله، اول شغلة اول استثمار استثمر يا خي ببيتك، ما تكون مستأجر وتقلي بدي اشتري شيء وكون مأجر فيه العالم وانت اساسا بالزبط. مثل بيقولوا مثل السكاف الحفيان بالضبط. اجر لحالك أو اشتري واجر لحالك بدل ما تأجر للناس. صحيح. طيب شاري صار عنده البيت، صار له شي 10 سنين عنده البيت، هو أكيد عنده إكويتي، ولكن مثل ما بتقول بقلك خايف أنا، هذا مثل شغلي ما بدي أني أقرب عليها، ولكن كل سنة عم يسمع أنه عم بتزيد الأسعار. هذا الشخص كان هالقد بيسوى مادياً، ولكن سمع قديش استثمر بالعقارات وتحسنت أحواله. صحيح. شو بتقوله لهالشخص اللي بده يستثمر أول مرة وبشو بيستثمر؟ هلأ بدنا أكيد إحنا منشجع أنه يستثمر، بنطلع على وضعه المالي أكيد، بنطلع على شو عنده سيفينجز بالحساب، شو في عنده RSP، بنطلع على الوضع الكامل بشكل عام تبعه، بنطلع على الامبلويمنت هيستوري كمان تبعه، اذا هو اوف اند اون الشغل تبعه او متواصل، عنده بيرمننت جوب وكذا، بنطلع على الاستابيليتي، ومن هيك احنا بنقرر ايش نوع الانفستمنت اللي ممكن يعمله اذا ممكن يعمل انفستمنت. خليني افترض لك افتراض. غالبيه اصدقائنا المستمعين، ما عم بقول يعني يمكن جزء كتير كبير منهم هن من السيلف امبلويد. صحيح. اللي هو لما بيوصل لسن التقاعد ما عنده انكم غير اللي هو المينيموم اللي بينعطى من الحكومه. صحيح. عمره هلأ بالأربعينات، بعد عنده أو ميد فوريز، بعد عنده على الأقل 20 سنة بيشتغل فيها، صار له بيملك بيته شي 10 سنين وبعد مش مستثمر شي،
ويمكن فكرة أنه يكون عنده استثمار لحتى بس يتقاعد يكون هو عنده دخل سبليمنت، شو بتقله لهذا الشخص؟ أوكي، هذا بنطلع على الوضع السبليمنت تبعه، بنشوف إيش شو الانكم اللي بدخل له من السبليمنت أو من الجوفرمنت بروغرامز، وبنشوف طبعا إحنا بكون هو مفروض صار له إذا صار له 10 سنين زي ما حسب المثال اللي ذكرتيه، بكون مفروض بنى زي ما بقولوا إكويتي بالبيت تبعه. نعم. يعني صار في عنده صار دافع مبلغ منيح من الدين تبعه على البيت، وصار في عنده فاليو منيحة بالبيت، لأنه البيت طبعا خلال على 10 سنين مفروض يكون زاد على القليلة 100,000. فنطلع على هذا الانفستمنت تبعه وتبع بيته، ومنشوف وندرس احتمالية أنه نقدر نسحب مبلغ من البيت نفسه إذا نعم. إذا ما عنده investment، نتأكد أنه هو بيقدر يدفع الدفعات الجديدة، لأنه بعد ما تسحب المبلغ من البيت تبعه هتتغير الدفعة الشهرية تبعته، هتزيد شوي، نتأكد أنه بيقدر يغطي الدفعات هاي تبعته. ساعتها هذا المبلغ بنستعمله ونستثمره ونحطه بشي عقار. في عدة أنواع عندنا العقارات، وممكن نحكي هلأ مفصلا عنها. يا ريت بتحكينا عن هالموضوع. أوكي، هلأ بجانب هذا المثال اللي ذكرتيه، خلينا نقول إذا في حدا عنده مبلغ من الفلوس، في كتير ناس بتيجي بدها تعمل investment، في ناس مقتدرة وبيكون عندها مبلغ على جانب 100,000 200,000 300,000 أو اللي هو، هدول طبعا نعطيهم اقتراحات مختلفة. مثلا نعطيهم اقتراح انه ممكن يشتري اذا بحدود ال 300,000 ممكن يشتري فيها commercial property او شيء تجاري. التجاري كتير ممتاز investment، بس بتطلب مبلغ كبير من الفلوس، لانه البنوك بتطلب حوالي 35% من قيمة العقار حتى تدينك الباقي. نعم. فالتجاري كتير investment كتير منيح. المستأجرين عادة بكونوا هم مسؤولين عن كل إشي داخل المحل أو البلازا. يعني إذا تعطلت شغلة عند الشخص داخل هالمحل أو هالديبانار أو هالجروسري ستور، مش صاحب الملك هو مسؤول، المسؤول هو المستأجر من جوا إذا صارت المشكلة. عادة المستأجر تبع البزنس هو اللي بكون مسؤول كليا، لأنه أنت بدك تتذكر إذا مثلا حلاق طبعا مطعم كذا، هو اللي عامل هاي الديكوريشن، هو اللي حاطط المطبخ، هو اللي عامل البلومينج والكهرباء وما هنالك. نعم. فبكون هو المسؤول عن كل هاي الشغلات. المبنى من برا شو مصاريف تبعه البلازا، الاونر برجع بدفعها للمستأجر. نعم. فبكون الاونر عنده دخل صافي من غير اي مشاكل، اي مشاكل من برا من المبنى المالك المبنى بدفعها، برجع بدفعها للمستأجرين. فالكوميرشال از فيري جود. يعني وبتهيئ لي مثل كانك حسب ما عم تعرضها انه اللي ما عنده خبره مثلا بالحرتة او بتصليح الاشياء والى ما هنالك، وعنده هالمصاري اللي ما عم تعطيه شيء ابدا مردود فايده بالبنك، قادر انه يفوت على استثمار تجاري وما يكون عنده وجعة الراس، يعني يخاف من وجعة الراس انه بدون يتصلوا فيه وهيدي تعطلت وبصير عتلين هام وإلى ما هنالك. ليش؟ لانه المسؤول عنه هو بيبقى المستأجر. بالضبط. فالتجاري اهم شيء. شو سلبيات التجاري؟ التجاري هو في الايجابيات تبعته انه المستأجر بضل سنين يعني. نعم. مش زي السكني. نعم. ممكن يستأجر المستأجر لمدة 10 سنين و15 سنة و20 سنة، خاصة اذا كان فرانشايز. نعم. السلبيات انه لما بيفضل محل، نعم، بيطول شوي لما يرجع لما نرجع نلاقي له مستأجر تاني. نعم. لأنه المستأجرين لما بدوروا على عدة أشياء، بدوروا على اللوكيشن، بدوروا على إذا كان المحل مهيأ أنهم يقدروا يستأجروه. يعني إذا كان مثلا المحل المستأجر السابق كان عامله مطعم وهو بده يعمله مثلا مكتب محاسبة، طبعا حيكلف المستأجر كتير، فبتلاقيه أنه صرف النظر عن الموقع هذا. ففي إلها سلبيات أنه المحل بطول شوي لغاية ما نرجع نلاقي له مستأجر تاني. وهون بتجي طبعا خبرتك أنت بالتجاري، أنه أوقات يمكن اللي بيبقى اشترى منك يمكن هالبلازا واتصل فيك وقال لك أني أنا بدي أجرها، كان عنده مطعم ورح يصير في عنده محل محاسبة. وأنا بذكر أنك عطيتني مرة خبرتني قلت لي أنه كيف
نصحته لصاحب الملك انه معليش حتى لو تحمل هو كلفة التغييرات، لانه اوقات في انواع من الوظائف وانواع من المكاتب وانواع من المؤسسات بتزيد قيمة العقار. يعني لما بيكون في عندك طبيب عم بيستأجر من عندك 100%، انت رفعت قيمة هالعقار التجاري. 100%. واذا كان عندك مطعم يمكن بصيروا يخافوا اكثر واكثر. فاذا كان عندك محاسب، واذا كان عندك طبيب، واذا كان عندك اشخاص من عندهم هالمهن اللي ما بيقدروا يعلنوا إفلاسهم، لأنه إذا أعلنوا إفلاسهم بيخسروا اللايسنس تبعهم. بالضبط. حتى نوعية المستأجر بالبلازا بتأثر على الانشورنس تبع المبنى. تخيلي يعني إذا المستأجرين عنده أكتر مثلا مطاعم أو تيكاوي سبوي أو بيتزا عفوا أو محلات زي هيك، الانشورنس تبع المبنى بيكون أعلى. فالمستأجر كتير مهم، نوعية المستأجر أو الكواليتي تبعت المستأجر كتير مهم للكوميرشال أو البلازات المحددة. كرمال هيك يمكن كتير مهم أنه أصحاب المؤسسات أو المحلات أو البزانس التجارية أنه يتعاملوا مع خبير عقاري وأصحاب هالبلازا اللي هن بفكروا حالهم أنه إذا حط أرما يعني خلص مش الحال. من هون أهمية التعامل دايما مع خبير عقاري. بأكيد 100%. إحنا عنا يعني عنا علاقات كتير قوية مع 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 commercial agents. انتبهي مش كل agent commercial agent. نعم. يعني في بأوتاوا 3000 وبعتقد آخر عدد كان 3500 agent. نعم. اللي مسجلين بالcommercial services division بأوتاوا real estate بورد بحدود 40 واحد، وأنا الحمد لله واحد منهم. عنا اتصالات وعنا connections مع agents موجودين في تورونتو، موجودين في مونتريال، وموجودين في فانكوفر. فبتلاقي هالفرنشايزز الكبيرة الموجودة بتورونتو إذا عرضنا عليهم موقع هنا ولقوا استراتيجي، نعم، بياخدوا بتأجروا منا. فهيدي الconnections كتير مهمة. أنا بعد 6 دقايق خلينا نقول بسرعة الشغلة، بيمرق الوقت بسرعة وضح. إذا حكينا على الاستثمارات، حكيت هلأ على الاستثمار التجاري، ولكن خدنا رح أخدك دغري على مكان تاني. عندي أولاد بدي يروح أولاد على الجامعات. في كتير منهم، في قسم منهم عم بيروحوا على جامعات بتورونتو أو بلندن أو إلى ما هنالك. وبعرف أنه في عندي ولدين بالبيت على الأقل، أول واحد رح يجر الثاني. شو بتنصحني؟ هل بتقدر انت تفيدني كخبير عقاري بأوتاوا بس، ولا بتقدر تفيدني بكل المقاطعة بكل المقاطعة او بكل المقاطعات؟ احنا هلأ انا licensed بكل اونتاريو، فبقدر ابيع عقارات باي مكان بأونتاريو. يعني بتقدر تشوف المعلومات الموجودة تنقول واحد 100%. عم بيشوف شقة بنياجرا فولز، تخيل وين يعني قديش نحنا بعاد. قادر انك تشوف المعلومات وتعرف كل المعلومات كأنك عم تطلع على بروبرتي. 100%. احنا عنا اكسس لكل اونتاريو بكل معلوماتها بكل حذافيرها. يعني حتى لو اذا قال لي مثلا انا والله في عندي شقة بتورونتو وبدي ابيعها، بقدر اشوف له جارب قديش باع بتورونتو. يعني فبقدر اعطيه سعر مقرب جدا انه قديش باع. واحنا بنتعامل مع ايجنتس كتير موجوده بتورونتو بواترلو بلندن اونتاريو. بعدنا لسه الاسبوع الماضي بعت زبون على لندن اونتاريو لشخص بتعامل معه هناك. طبعا بعطي له انا بخبرتي تقريبا قديش ممكن ينباع بيته، وبصير في تواصل بيني وبين الايجنت اللي هناك اللي موجود بلندن اونتاريو. اهم شيء زي ما انت ذكرتي نقطه انه اذا واحد عم بدرس او بيعلم اولاده، إذا مثلا ولد من أولاده صدف أنه بده ينقل على تورونتو عشان يدرس طب مثلا، تعرف نعم. هنا بأوتاوا ما فيش فيها طب، فإذا بده يروح يدرس مثلا طب بلندن أونتاريو أو بتورونتو، أنا بقترح أنه يشتري صراحة هناك عقار لابنه إذا بقدر. طبعا ندرس الحالة المالية ومننصح على هالأساس، بس يشتري بيت هناك، لأنه الأجار اللي حيدفعه لابنه يعني 90% حيكون أكبر من المورجج اللي حيدفعه شهريا. فلو بيشتري عقار هناك وبسكن ابنه أو بنته طبعا فيه، بيكون أحسن له بكتير. ابنه بده ياخد له شيء 4-5 سنين أو 6 سنين، وإذا طيب يمكن تسحب 5 سنين. فهذا يعني investment
بالتأكيد مضمون مع ارتفاع الأسعار 100%, خاصة منطقة تورونتو, منطقة واترلو, منطقة لندن أونتاريو, يعني الأمور هناك تحكي يا وضح كأنك يعني على عالم ودراية جدا بهالأسواق اللي هي موجودة هنيك. نعم الحمد لله. أنا كتير بروح على تورونتو, بحضر سيمينارز كتير, عندي كتير علاقات قوية مع كتير ايجنتس موجودين هناك ومع أناليسس موجودين هناك, ومنعرف الماركت كتير منيح الحمد لله. بالعودة لأوتاوا, يعني حكينا على التقدم وعلى ارتفاع الأسعار اللي هو أكثر من هائل بتورونتو, ياريت بتحكينا على ارتفاع الأسعار بمناطقنا هون بأوتاوا. وعدنا بال2016 إنك تحكينا, هل بسرعة بنقدر نقولهم؟ والله حنحاول بأسرع وقت ممكن. تفضل. إذا بتحب نقولهم يعني خلينا نقول مثلا يعني خلينا نقول مثلا منطقة بلاكبيرن هاملت ارتفعت حوالي 6%, ريفرسايد ساوث وفيندلي كريك ارتفعت حوالي 3%, مونارك بارك أو عند الأفياشن بارك ارتفعت حوالي 7%. نعم. أوفر بروك اللي هي جنب الفاني إيريا, في كتير بروجكتس هناك عم تنبنى, ارتفعت حوالي 7%. ألتافيستا إيريا ارتفعت 5.4%. هنت كلاب بعدها ستدي is balancing out. إيست داونتاون حوالي 4%. سنتر داونتاون 3.3%. الجليب هتنبسطي انت هلا. الجليب 10%. واو. ارتفعت. تنس باستر متذكره. نعم. وين بده كانوا يحطوا. نعم. المستشفى بالاول. نعم. هاي نزلت حوالي 3.5%. كانوا متأملين, كانوا بدهم يعملوا مستشفى هناك ونقلوها, راحت عليهم. اوكي. فاذا اكثر المناطق اللي هي جليب, طيب هيدي اللي هي اكثر مناطق اللي هي تسجل فيها ارتفاع. منطقه الشرق بدنا نحكي فيها ان شاء الله بالاسبوع المقبل, وان شاء الله يكون في عنا معلومات كثير أكثر. وضح الغسين 2017 حسب الأرقام اللي عم بتقولها كلها بزيادة, يعني ما فيش غير منطقة واحدة حنا شوية دفست أو الأشياء عم بتضلها محافظة على في هلأ في مناطق برا شوية أوتوا, يعني للمنطقة كارب, منطقة هذه طبعا بتتأثر شوية لأنه عدد المبيع أصلا قليل هناك أصلا يعني. وضح الخصين إن شاء الله شو في أكتر من الدايموند أورد برويال لاباج؟ دايموند أورد اللي بعدها اللي هي top 1%. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا لها. يلا. أنا بدي أتمنى لك مزيد من التألق والنجاح, والأسبوع الجاي رح يكون في عنا لقاء مع معلومات أكثر وأكثر لأصدقائنا المستمعين, خاصة اللي عندهم RRSP اللي ما عندهم الدفعة اللي بدهم يستفيدوا من الريبات تبع الجوفرمنت, كلهم هدول رح نحكي عنهم. حاضر لأمرك ولا همك. شكرا لك وضح. أهلا وسهلا.